أهلا بحضراتكم من جديد في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. البداية مع فريق المصري البورسعيدي اللي حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على استاد برج العرب في إطار مباريات الجولة 26 لمسابقة الدوري الممتاز. بالنتيجة دي بيرتفع رصيد المصري البورسعيدي لنقطة 42 في المركز الثاني، وبيقع الزمالك في المركز 11 برصيد 31 نقطة. فريق الإسماعيلي تعادل مع إمبي بنتيجة 2-2 في المباراة اللي أقيمت بينهم باستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة 26 لمسابقة الدوري المصري. بالنتيجة دي بيرتفع رصيد الإسماعيلي ل 28 نقطة في المركز 13 بجدول الترتيب، وبيرتفع رصيد إمبي ل 37 نقطة في المركز الرابع. فريق البنك الأهلي تعادل مع فريق الجونة بنتيجة 1-1 في المباراة اللي جمعتهم على استاد خالد بشارة ضمن مباريات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. بالنتيجة دي بيرتفع رصيد الجونة للنقطة 31 في المركز 12، وبيرتفع رصيد البنك الأهلي للنقطة 24 في المركز 14 بجدول ترتيب المسابقة. النادي الأهلي اختتم تدريباته استعداداً لمباراة الاتحاد السكندري اللي هتجمع الفريقين النهاردة على ملعب برج العرب بالأسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز. وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات لشرح العديد من الجوانب الفنية والخططية المتعلقة بالاستعداد للمباراة. وخاض اللعيبة فقرات بدنية متنوعة قبل استكمال المران بفقرات خططية وتدريبات تخصصية تحت إشراف الجهاز الفني. رابطة اللاعبين المحترفين للسكواش PSA أعلنت التصنيف الجديد في شهر يونيو الجاري، وحافظت نور الشربيني لعيبة سبورتينج على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع الـ 42 على التوالي والـ 252 في تاريخها، بينما استقرت نوران جوهر في الوصافة وهانيا الحمامي لعيبة وادي دجلة في المركز الثالث. رابطة اللاعبين المحترفين للسكواش PSA أعلنت التصنيف الجديد في شهر يونيو الجاري، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال للأسبوع الخامس والخمسين على التوالي ورقم 213 في تاريخه. منتخب سلوفاكيا فاز على منتخب بلجيكا بنتيجة 1-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب دوتش بانك بارك ضمن منافسات الجولة الخامسة وبطولة كأس الأمم الأوروبية. منتخب رومانيا فاز على منتخب أوكرانيا بنتيجة 3-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب أليانز أرينا في افتتاح منافسات المجموعة الخامسة من بطولة أمم أوروبا يورو 2024 والمقامة بألمانيا. ومنتخب فرنسا فاز على منتخب النمسا بنتيجة 1-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024. وبكده مشاهدينا تكون خلصت نشرتنا الرياضية، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.